ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع، وماذا يلزم الإنسان إذا قال ذلك؟ الذي يقال عند الرفع من الركوع للإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده وهو إمام أو منفرد فإنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام، يسجد سجدتي السهو قبل السلام ليجبر هذا النقص. نعم.